هل بما يجري الآن على الأرض يسعى نتنياهو لتحقيق مصالح في الميدان أو مكاسب في الميدان قبل زيارة المبعوث الأمريكي هوكشتاين للبنان لفرض أوراق ضغط على الحكومة اللبنانية؟ أستاذي روناك، هذه الزيارة تحرك بعض المياه، لكن لو أخذنا التجربة في غزة منذ ما قبل شهر رمضان طرحت عشرات المبادرات، حتى مبادرة الرئيس بايدن البالغة الأهمية كلها أسقطها نتنياهو. المؤسف أن حزب الله بإعاز من إيران قال الكلمة للميدان، والميدان الآن بيد نتنياهو، ونتنياهو يتابع حرب مدمرة عنوانها، وهو متفق مع الأمريكيين عليها، إنهاء الأزرع الإيرانية في المنطقة. بعد ضرب الضلع الفلسطيني يتم تدمير القوة العسكرية الرئيسية لفيلق القدس، القوة الخارجية الأساسية لحزب الله لإيران، أي حزب الله. والتقدير الفعلي أن هذه الحرب ستكون طويلة لأشهر. الآن المطلوب خلق وضع داخلي لبناني سياسي يحد من الخسائر ويساعد بوقف الهزيمة عند الحد الذي بلغته. المطلوب الآن المجلس النيابي ينتخب رئيس الجمهورية كي تشكل حكومة إنقاذ وطني تقود مرحلة منع الاحتلال، إعادة النازحين، وعدم تمكين العدو الإسرائيلي من فرض كل إملاءاته. بين مزدوجين القرار الدولي 1701 الذي تحدث عنه اللقاء في ألمانيا وجمع الرئيس بايدن والمستشار الألماني والرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا، ركز على أهمية هذا القرار. الدول السبع الكبرى ركزت، الاتحاد الأوروبي ركز على أهمية هذا القرار. وبأي حال لبنان ليس بحاجة لأي بندقية خارج السلاح الشرعي، كل بندقية خارج السلاح الشرعي ستؤدي إلى مزيد من الدمار والخراب. لسنا بحاجة إلى إعادة التجارب المريرة التي دمرت لبنان وأزلت اللبنانيين. شعبنا اليوم يعاني من ذل وإفقار وتجويع، محاصر بالتجويع، محاصر بالمرض، ومتروك لمصيره. حكومة إنقاذ هي الآن الضرورية. شكرا جزيلا من بيروت الكاتب الصحفي حنا صالح.